السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهاردة الدرس هنتعلم في اللغة البايثون التراي والاكسبت. يعني ايه التراي والاكسبت؟ المقصود بها ايه؟ المقصود بيها لو انت مثلا مستخدم عملت برنامج طلب مستخدم يكتب قيمة رقمية وهو دخل نص هيحصل خطأ، فالبرنامج هنا هيقف. فانا لو ما استخدم تراي واكسبت هنا مش هخلي البرنامج يقف، اخليه عادي ايه يكمل عادي، ما يقفلش يعني معاه، ويطلع له رسالة يقول ده في خطأ. يعني التراي واكسبت بتستخدم مقواعد بيانات، بتستخدم في حاجات كتير قوي. عايزين نعمل مثال ونشوف الخطأ ونشوف كيفية علاج هذا الخطأ. مثلا هقول مثلا اكس، اعمل فاريبل اسمه اكس ايكوال انت انبوت انبوت اسمها فيرست نمبر y second. انا هطلب من المستخدم قيمه معينه هيكتبها او حتى اكسبت، كفايه second number. قول مثلا print x، ننساش str، وده يعتبر مراجعه على عملناه قبل كده. اقول مثلا your result تعال نشوف هنا. هنا لو كتبت مثلا هيطلب الرقم، مثلا كتب اي حاجه مفيش مشكله. تعال نيجي نعمل الرسيل ده مره ثانيه، وجه بدل ما يكتب كتب حاجه نصيه، قفل البرنامج وحصل كده مشكله. فعشان كده لازم نكتب كلمه بتاعه تراي، نكتب تراي وما ننساش نعمل قوسين بعديها. وخلي بالكم طالما كتبت تراي يبقى الحاجات دي كلها تحتيها، وعشان مش معاها في نفس السطر، وعشان كنت تحتيها لازم تعمل قدم كده مسافه، وأقدم كده مسافة. وهنا في النهاية خالص هقول اكسبت. في حال وجود اكسبت هقول مثلا برنت ايرور مثلا. شايفين الموضوع بسيط كده ازاي؟ تعالى كده نجرب ونشوف دخل الرقم اللي انت عايزه او مش هدخل رقم، هيدخل مثلا اي حاجة مع ده رقم. ظهرت الرسالة ايه اللي اسمها ايرور. ده موضوع بسيط جدا، فأتمنى تكونوا استفدتم من هذا الدرس. وأشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.